بعيون حائرة تنظر هذه الطفلة مستغربة أين وصل بها الحال. اسمها ريتا، عمرها لا يتجاوز 20 يوماً. نزحت برفقة عائلتها بعد غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مسقط رأسهم في النبطية جنوب لبنان. أم ريتا تحدثت عن ولادة الطفلة وسط الغارات، وتذكرت كيف اهتز المستشفى ليلتها على وقع القصف. لما ولدت أصلاً نحن بالمستشفى أول ليلة كان كلها قصف، والمستشفى تهز فينا هز بالنبطية. بعد ميلاد ريتا بعشرة أيام تلقت عائلتها برفقة آخرين في قرية قعقعية الجسر أوامر بالإخلاء، فاضطرت عبد النبي للهرب بطفلتها وسلك طريق استغرق 11 ساعة حتى وصلوا إلى مدينة صيدا. ولما جينا أنا اضطريت سوق، وهي أنه أنا بتعميها بردعها، فاضطريت سوق 11 ساعة. ورغم بعدهم نسبياً عن الخطر إلا أنها لم تجد خياراً سوى الإقامة برفقة 5 عائلات أخرى في أحد صفوف مدرسة بصيدا، وهو ما تقول إنه أمر لا يطاق. وهون قاعدين نحن 5 عيال مع بعض، فهي لاب إنه إذا بكيت بحس ضايقنا غيرنا، وهي كمان ما فينا نسكت الكل، وإنه شو 5 عيال وفي طفل بغرفة واحدة. حال ريتا ووالدتها لا يختلف كثيراً عن 1,200,000 لبناني نزحوا من منازلهم في لبنان جراء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل. وبحسب تقرير صادر عن وحدة الاستجابة للأزمات اللبنانية، فإن 163,000 منهم يعيشون في ملاجئ جماعية، بينما عبر قرابة 330,000 إلى سوريا، بينهم نحو 250,000 سوري.